حقيقة لا أحد يعرف ولا يستطيع أن يعني يتكهن أي محقق سياسي بالخطوات التي سيتخذها السيد مختار صدر في الفترة القادمة، يعني قراءات عامة نقرأ الحقيقة. ولكن مشكلة تيار صدر الحقيقية أنه تيار ليس لا تديره مؤسسة بل يديره شخص، وهو يتبع قرارات القائد، يعني القائد هذا التيار. ولذلك لا نستطيع، لا نعرف حقيقة ماذا سيفعل السيد مختار صدر، ولكن نتوقع، أنا شخصيا أتوقع أنه ممكن أن تعاد تجربة مثلا تأسيس حزب الاستقامة فترة الإبعاد عن السلطان، ودخلوا بقوة وحققوا الكتلة الأكبر أيضا في البرلمان بالتحالف مع بعض القوى المدنية اليسارية. فلذلك ممكن أن يتكرر هذا السيناريو يعني. ولكن الأهم من هذا، التيار صدر الحقيقة هناك عملية يعني تفكيك خارجي واستهداف خارجي لإرباك قواعده ونخبه.